طيب نبدأ بالقسم الأول المقدمة، وفي هذه المقدمة عنوان الساعة. في المقدمة بدأ المؤلف بالدعاء للطالب، وهذا من العجائب والغرائب. نعم. في نبدي من أزل فرجتم أطولي زوجة ناشطة. الكلام ممنوع. لا في أشت إن دلور. تقدم عليه. نعم. أفرو. نعم. المقدمة هذه فيها أن المؤلف يدعو للطالب. نعم. المقدمة، وفي هذه المقدمة أن المؤلف يدعو للطالب. يتكي هنا هذا مشكلة صدام البارشيف واو لا إشكال. نعم. المقدمة قلنا في هذه المقدمة المؤلف رحمه الله تعالى يدعو للطالب. نعم. من الدبر الثاني وزير شيخ بندوا برنزانس بفعل بندوا براتيكي لزيك تكزل للدرسة. وهذا من العجائب والغرائب، نحن نعرف أن الطالب هو الذي يدعو للشيخ وللمعلم، صحيح؟ نعم. هذا آيات الدية أشهر زانسي بندوا برشيخ بندوا برهوجة. فهذا يؤلف لك يعلمك العلم ويدعو لك أيضا. كي شيخ كبندوا كي تيبدا الدية بندوا برشيخ ما ينفع دون الشيخ. يعني يريد منك أن تتعلم ويدعو الله سبحانه وتعالى لك حتى تعمل. دون شديد أمسوش من الدية ويلوذ الله عز وجل شديد نفس الدية. قال أن يتولاك في الدنيا والآخر، أي أن تكون من أولياء الله. نعم. قال الله عز وجل ألوس الله عز وجل تدوي بالدرجة الله. من هم أولياء الله؟ وش الدرجة الله؟ من يعني؟ سبحان الله. لا يريد أحد منكم أن يكون من أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ أولياء الله هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله. نعم. دارجة الله عز وجل يا نطيشة الله سبحانه وتعالى يكمل ثمتي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. نعم. يا نطيشة نقدر كن فري نكن فري أسكر لزوج الجنشان كبشكوا بسيم نزيم الكنة بسيم زوج لأن بشمعين ذاتي. نعم. ولا بد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا دور من الذين بزر تندعي كوشا بالدار تزول الشيطان وكوشا بالدار الشيطان. إنسان ينام بين القبور. يريد فلاب تكفار. يشرب الخمور. في الكول. يزني. بن مرتد. يسرق. لا يأتي بالعبادات ولا بالطاعات. لا يأتي بالطاعات ولا بالعبادات. ويأتي بالمنكرات والبدع والشركيات. فهذا والله ولي لا شك في ولايته. لكن من أولياء الشيطان ولا يشك أحد لأن هذا ولي من أولياء الشيطان. نعم. كوش إدارة كل نية من الشيخ الشيطان. إذا من هم أولياء الرحمن؟ أتى إدارة في قد يكون كوش إدارة الله عز وجل جمع بين ما وصفهم الله سبحانه وتعالى. من ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. أعطيهم كابل تتسي أعطيهم تسيلة نوك فيكسوها نوك مرزيدا بورسي بكسان الله عز وجل الذي فيكسان الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أشياء ثلاثة. نعم. أعطيه أعطيه الله سبحانه وتعالى تكس تذات برمان تريجر
نتكلم عن الأمر الأول. فلاسي بجنبار. هذا النعمة ابتلاء. أرشد ذنتي زوجت برو. هل النعمة أي نعمة أنعم الله بها عليك؟ نعمة مال، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة الزوجة. هل هذه النعمة ابتلاء اختبار لك؟ نعم أم لا؟ أرشد ميرسي. جدوم ميرسي شالله ذنتي. أرشد بروبرتي. نعم. ما الدليل؟ أبو من؟ أدلة كثيرة. أشنو أبو من؟ منها. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا النعمة ابتلاء واختبار. نعم. Zot e gjithëshuar në krijon njeriu për ta sprovuar. Allahu subhanahu wa taala tek koha e pejgamberit alayhi salatu wasalam kur shihet diçka me fjalë që ato shihin mirësitë e vetëtyre, thonë me fjalë, kjo është mirësi e Allahut që të bëjmë. كيف تخرج من هذا الابتلاء من هذا الامتحان سالم غانم؟ نعم. Si dalësh të shihë? كيف تنجح في الاختبار؟ Si dalësh të si të shpëtosh لا كسره ما كبري. لابد أولا من تعلم قبل أن تأتي النعمة بالله لا بغيره. فارس المطار. يسير الله عز وجل بكتبي. هو تغيير الزمن من الله سبحانه وتعالى. يعني يمشي هذا في الطريق. يسير الشارع. يعني مين بيرسون هذا؟ ويرى السيارات والقطارات والعمائر ومتاع الدنيا. أنا شايف مثلاً بوبليز البول. ماذا يصنع في الغالب؟ أكثر الناس ماذا يصنع عندما يرى متاع الدنيا؟ مثل الشيخ في هذا الكنيسيس البوضي مثل هذا الشبر تمنى يتمنى ويتحدث مع نفسي أو مع الشيطان. تيغيب من فلا إن النوم هذا الكلمة بدل من تيه وصل الشيطان. يقول لو يتعرف علي الرئيس لو يتعرف علي الرئيس مثلا نيب البرزدان أو الوزير أو الزميس أو التاجر أو الملياردير وقل أنت حبيبي تهي إداش خذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت أو خذ شيء مفتوح لك ما تريد من الأموال ما شيء مفتوح أنا ما صار مشكلة صحيح أكثر الناس على هذا صار جيب من شو الجنة تطلب بالمال الجنة بزود الجنة شو من تطلب الجنة؟ فكنت أقوى الجنة من الله. الله لماذا؟ لأن لا يقدر أحد على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. سنبقى لأبو جنة بزود الجنة بدل شيء سبحانه وتعالى. طيب الرزق اطلب من من؟ فرزين قبل من الوزراء؟ من الأمراء؟ لا من الله سبحانه وتعالى. لا أقوى الجنة ميسة إذا هذا الذي يخطر على بالك عندما ترى متاع الدنيا وتتمنى أن يكون هذا من الأمير أو من التاجر أو من غيره هذا تعلق بغير الله. نعم. مثلا يكوش من ناشا من زوجك أبا سيد زينون يبي الزينة من قياسة داش بسون جهة ولهذا يبالي الزينة من ولهذا تسمع في الأخبار وفي الجرائد ماذا صنع لنا الحكام؟ من شوهر مثل من دارب الجونة بيت الدرشنة شعب من اللي فبتو هؤلاء الحكام فيهم وفيهم أخذوا أموالا بارا طعم ديال ربطون شمري طارت كان مار ليك 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 من شو يجي جميل السا وأين حكام العرب يلي جيدا رسول ديال بارا فندر ديال وأين أهل الإسلام نجيب مثل وأين فلان وأين 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 ماذا تريد منه؟ أبناء بشر كويا مسلمان كويا 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 شعر دبنا فينا زيان جيت نير سبريس الله سيف الدار دار المرسل الحمد لله هات يا رجل الله عداك جزاك الله خير شكرا اجلس اجلس نعم واحد
إذا لا يمكن أن يطلب الرزق إلا من من؟ إلا من الله، لا نتعلق بالأشخاص، نتعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم. النقطة قوة في مزيبي من الرزق بلد الله عز وجل. لا يبني نعمة، ونقطة سبب إذا قبل أن تأتي النعمة وقبل أن يأتي الرزق لا تتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. تعرف سبب الرزق ونصلي الزمن بعد ما صوت ما زود إن شاء الله. طيب. وبعد أن يأتي الرزق ماذا تصنع؟ طاصل في الرزق من سيام موضع شو الدوش؟ لابد أن النعم هذه تشكر. كيف تشكر النعم؟ قلت في من سيام زود إن شاء الله جاء بعد دبل فرندرو سيدة فرندرو شو الله سبحانه وتعالى؟ تشكر النعم بالقلب وباللسان وبالجوارح. دول من فرندرو ت زود إن شاء الله ثم يرسي مزام مجو ذم جنتي بالقلب شكر بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهو من الله. أيها الزعيم سألت تجد بينش تجد جاء بريمسي بس الخالص فين ذم من الله عز وجل أشكر الله سبحانه أين الله تشكر بلسانك من أين لك هذا تقول هذا من فضل الله شكرها من مجو تنظر بالثم بس كده كوش لا تريني كجوا أبارة أونس ما شكلين دي من دي أزعم من الله عز وجل كوش كيوش ميسي الله سبحانه شكر بالجوارح أن تصرف هذه الجوارح في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى في كفر المنعم. كيف يفعل هذا مش مجبتيود تشفيزور جبتيود أتوا دوك يفعل نا عطيش نطني نطنيشي كلا وزجت أبداً. ذكر ابن جوزي عفى الله عنه وعن قصة ابن جوزي زور جوزي قال هو نيسري القصص القصص عند أهل السنة والجماعة تذكر استئناسا لاحتجاجا الحجة في الكتاب والسنة القصص ليس فيها حجة وإنما تذكر من باب الاستئناس فقط. نعم. استوري من خلال برمندن تتركوهم برمن خلال استئناس نعم يعني فقط من باب أن لابد أن يكون لها أصل في الكتاب والسنة إن لم يكن لها أصل مردود الحجة في الكتاب والسنة فقط. جدو يستوري كتفوها جديم يستوري من خلال بلدين من خلال كتفوها يستوري كتليبير كتليبير من خلال مزول يقول جاء الكلب للأسد يعني هو يكفض تك الوعد وطلب الكلب من الأسد أن يغير له هذا الاسم اسم الكلب هذا ثاني هون يفض يفوني يشد يفوني يشد يفوني يفوني الكلب جاء الكلب للأسد يعني ضرب لوانه كذا درشا يمني قال لوان ضربني يمني كذا وقال لابد أن تغير لي هذا الاسم لما يدرشو بها يمني فأبى الأسد على الكلب قال لا لا أغير اسمه لما يدرشو بها شيء لأن من طبعك الخسة والخسيس لا يصلح له إلا كلب قال أنت لا يصلح لك إلا كلب المهم نعم نعم يدرشو بها تي بدل شبكة قال لا يغير الكلب اسمه يعني يريد ان يغير اسمه من كلب الى اسد او فهد او كذا ما يريد اسم الكلب يريد امريد شيء اذا فضل امريد لواني ضد ندرشو امريد يضد بريدي لواني يضد سبتي نوك امريكان كيف يغير اسم الشيء فرفض اسد قال لا ما يغير اسمه لان الاسد هو الملك الغابه هو المسؤول يضد نوك لم تدرشو يمني تيس كمان تدرشو يمني تشكو يمني فقال الصمك قال تغير قال لا أغير تغير لا أغير نعم لا أصد الباطل لن تدرشو لن تدرشو هيك شو هو قال الأسد عندما تعب من إصرار الكلب قال بيني وبينك اختبار اختبر إن نجحت في الاختبار أغير اسمك وإلا فأنت كلب كيف رفيم ثلاث نوان ثلاث شين كيف كان لو ثلاث رفيم ثلاث لا تدرشو يمني قصد قالوا له عشان كيف نبيشان نعم ما الاختبار شغله قال خذ هذا القطعة من اللحم احفظها لي إلى الصباح إن أتيت بهذه القطعة من اللحم في الصباح أغير اسمك من كلب إلى فهد إلى أسد إلى كلب وإلا فأنت كلب ما يقدر تبني جذا ما إذا روي الدليل دار بس الدليل فجر من الصباح مثل كي أروه ونقا أجلسية تيا بس بتمر أتهيل تشيل هاي أوتو
كتشون لوان بيجر لبار فرح الكلب هذا الاختبار اخذ قطعه من اللحم وذهب الى المكان الذي يأتي اليه واخذ طيله الليل يفكر نعم يشتد عليه الجوع الكلب اكل اللحم او لا اكل اغير اسمي من كلب الى اسد متردد يأكل لا يأكل كلب أسد حتى قرب الفجر. تنظر شوي طهايس 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 ليس ليس هو. فعندما قرب الفجر واشتد الجوع على الكلب قال ليس ليس هو. ماروي ابن هومري يري وريا فومي فل قال والله ان اسم الكلب اسم حسن واكل اللحم. طب امي تشيل تشيل مين؟ هذا هو الميشي. تسكت بدون الضوء. الذي لا يصبر عن المحرمات هذا رضي بماله بالخسة ورضي بأن يكون كلب نسأل الله عليه السلام والذي يصبر عن المحرمات هذا رضي بالعزة وهذا لا يصبح له إلا أسد عيش كناسة مجناهد نما ليش بشاهد عيش برزور جيرس بوست فيال جيرس بريشو عيش يلومي فيال تعلومي في أتى طعام كود مية على كرامته أي جمال ما يعني الجنس أنت تخرج الآن من المسجد إذا نيدك وشلون من الجميع تمر مر هذا هيس كلب أو أسد أنت اختار لنفسك إذا صبرت على المحرمات فأنت أسد وإلا كلب نعم لا دار الجميع الجميع دار الجميع الناس تضرب بعض جنوبك أعطينا يمي أسد يمي الوهي الناس نقدر في جنوبك يمي كيف تعصي الله بنعم الله هذا نعم الله سبحانه وتعالى عليك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن سيكون سيكون نشتري الزوج الجنشارة من سيرتي الله بالله لأن كم يستطاع تكون نشتري الزوج الجنشارة نعم إذن عندنا النعمة ابتلاء قبل أن تأتي النعمة لابد من تعلق بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. نعم. كم مثال سبب من يرسي؟ إذا فارس النار دون مليل زمن الله جل شأنه لما سكت. وبعد أن تأتي النعمة لابد أن تشكر بالقلب واللسان والجوارح. مثلاً يرسي الله تعالى أكيد وجيب كدود ما هو دود ما فرندر الله تعالى مزمن ما مجو إذا مجو. هذه الحالة الأولى. حال الإنسان عند النعم. كيف تفعل؟ نريد فرباب يرسل الزوجة الجنة. الحالة الثانية الحال عند الابتلاء عند المصيبة. نعم. ما نعم. فرباب الله مسهين فلندرين مسهين يرسل ضد فلندرون. فلندرين يرسل. أدو تفضل. الناس اللي هي مفكسين. أتك نيرز من فلان دي فتكسية بدجو بعض الناس صلى الله عليه وسلم عند المصيبة عند الابتلاء يتسخر نعم يعترض على القضاء والقدر كاسا نيرز تقول يفين بفلان سبروبا ميفلان نو قدرون بير بورسا ميفلان الشفنون بير دين دو بيجينا دين دا بفتن يعترض بقلبه أبسم نك أبسم زين كذا يكون مشتوق يعني يقول لماذا أنا بقلبي لماذا تقع علي أنا على المصائب ولا تقع على فلان سمع فيها راء مو ترى تيو سكير يعترض بلسانه من جونتي أوف يقول أوف أنكو ناس أوف أو يصيح يصرخ هذا نسبيان دشوا سبرو أي دون المريض أو يسب يشتم يلعن واسم الفعل لا يبي فعل مجنون او فندون برشام او يعترض بجوارح واسم الفعل يبي فعل مجنون يقطع الجيوب في ظن البول روسي ينتف الشعور في ظن الفعل كف لوك ينطب الخدود او يكسر يكف الفعل جنون ذي الثل هذا اعتراض على القضاء القدر نعم كيف الفعل درست؟ ونرستيني كدار كدار بسكتين طلاب سجل كبيرة من كبائر الذنوب وقد يصل الناس يريدوا جبت جندي لما ليش تعيب فيها البشت وفي سنين صوي نام جند جمال شد
Atë njerëz që erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurish. Al-qa'ida thani, aw shubha thani. Kjo është e parë. E dyta është. بعض الناس يقول لك انا لا اعبد هؤلاء انا ما اعبد اصحاب القبور ولا اعبد الجن ولا اعبد الصالحين انا اريد منهم فقط ان يقربوني الى الله اريد منهم ان يشفعوا لي عند الله سبحانه وتعالى كي اش بيمنجي تشي سيطا